السلام عليكم ورحمة الله، أنا حسين الربيعي. في هذا الدرس سوف نتحدث عن الـ Events، كيف نكون نافذة في داخلها two textbooks و input. عندما يضغط على الـ input تمر هذه البيانات إلى السيرفر. إذن ببساطة نحن لدينا نافذة بسيطة control form لا تستقبل أي شيء rendering تعيد لي غير مكتوب بها أي شيء، وهذه الرندر يعمل لها استدعاء من هنا. الآن حتى أكون نافذة أنا أحتاج أن أكون فورم، فنعرف نحن ما معنى النافذة. فورم يعني نافذة. إذن الفورم بالHTML هي عبارة عن نافذة تعرض فيها مجموعة إنبوتات. إذن هذه الفورم اعتيادية فيها إنبوتس. فما هي الإنبوتس التي لديها؟ لدي إنبوت المفروض تكست لليوزر نيم وتكست للكومنت، وهذه فيها داتا. إذن هذه الداتا في البداية يجب أن نعمل لها initialize. إذن نذهب من هنا ونعمل initialize لهذه الداتا. أوكي، get initial states نقول أي شيء يساوي نقطتين، هو عبارة عن فاكشن لا تستقبل أي شيء هذه الفاكشن، لكن هذه الفاكشن تعيد لنا return هذه الفاكشن، تعمل set للنيم يساوي لنا أوكي فراغ، والكومنت أيضا نقطتين فراغ، بمعنى أنه النيم لا يوجد فيه أي شيء والكومنت لا يوجد فيه أي شيء، فارغ يعني لا يحتوي على أي شيء، لا النيم ولا الكومنت. نعمل له initialize هنا. حسنا، الآن أريد أعرض النيم هذا، أريد أن أربطه في الانبوت. إذا نكون انبوت اعتيادية، هذه الانبوت تكون التايب الخاص بها text كHTML، وهذه الفاليو القيمة الذي سوف نعرض فيها الفاليو الموجودة في النيم. لكن نحن نريد أن هذه الفاليو تكون قابلة للتغيير، يعني نعمل لها set. لا نستطيع أن نعمل properties، أكيد يجب أن نعمل state. إذا نقول this.state.name، يعني الآن أوكي هذه الانبوت وربطت بهذه الفاليو، هذه الفاليو الآن فارغة نجد فيها أي قيمة، يجب أن أعمل events تغير القيمة الموجودة في الفاليو، وإلا أنت الآن ماذا كتبت لا يظهر أي شيء. الدليل على كلام الآن لو جيت أنا فتحت لك ماذا أكتب لك أنا لا يظهر أي شيء. لماذا؟ لأنه هذه الانبوت مرتبطة بهذه النيم، والنيم هي فارغة. الآن جيت كتبت بها أي شيء أسميتك أوكي هذا الكلام، الآن تظهر في هذا الكلام كإنيشال، لكن تكتب لا تستطيع أن تكتب. لماذا؟ لأن أي شيء تكتبه لا يؤثر، ليس له أي تأثير، لأنها أصلا هي الإنيشالايز الخاصة بها، لا أحد يعمل لها سيت، يجب أن نعمل لها سيت. إذا نقول له on change، إذا حصل تغيير أوكي change on، إذا حصل تغيير إيش تعمل لي؟ استدعي لي ميثود. إذا الميثود كيف نكونه هنا؟ أيضا نفس طريقة البروبرتيز، لكن نقول this dot اسم الميثود. ما هي اسم الميثود؟ على سبيل المثال name أوكي change، هذه النيم تشينج نستدعيها. اذا هاي نستدعي ميثود عندما تتغير المحتوى الموجود في الانبوت، يجب ان تكون هذه الميثود نيم تشينج نقطتين فاكشن اعتياديه، لكن هاي تستقبل الاي، الاي هو التكست الموجود في الفاليو الموجوده في الانبوت. اذا اي اوكي، الان كيف نعمل سيت؟ فقط نقول له this dot set، هذه السيت سيت ايش؟ سيت ستيت. اكيد إيش السيت ستيت؟ نعمل لها النيم نغيره إلى يساوينا e dot target dot value. إيش معناته e dot target dot value؟ هي هذه اللي هي التي تمرر خاصة في الانبوت، و e dot target dot value هو التكست الموجود في الانبوت. نأخذه نضعه هنا، نضع فارسة. أوكي، الآن متى ما أنت تكتب في البوتن في الانبوت، هذه المحتوى الانبوت يتم تمريره هنا، وعمل set للنيم، وبنفس الوقت النيم يعرض في الانبوت بوكس. الآن عندما تكتب في الانبوت، الانبوت المحتوى يبقى لا يذهب. لماذا؟ لأن يعني كما قلنا set state نحن نغير النيم. أريد أن في نفس الوقت أنا أكتب أعرض للداتا الموجودة في H1 حتى نفهمها أكثر. H1 أوكي، إذن فقط أخذ هذه النيم وأضعها هنا وأعمل refresh. أوكي الآن أكتب حسين، انظر نفس الوقت أنت تكتب ويعرض، إيش الذي سوف يحصل؟ أنت متى ما كتبت يتم استدعاء الـ on change، والـ on change تغير القيمة الموجودة في النيم، ففي نفس الوقت يتغير النيم الموجود في الـ H1 يتغير النيم الموجود في الـ input. جيد، نفس العملية نكررها بالنسبة للـ إيش؟ الـ comment. إذا نكرر هذا ونكرر هذا الـ event، لكن هذا name بدال name يتحول إلى comment، comment change. والكومنت تشينج يتم استدعاء من هنا، وهنا الفاليو الخاصه بها يكون الكومنت وليس النيم. اذا دعني اخذ الكومنت هنا، وهنا ايضا سيت للكومنت وليس النيم.
نفس الحالة دعني أكرر لك هذا الكود السطر، إنه أعرض لك النيم والكومنت. أوكي نيم، وهنا الكومنت. أوكي النيم فقط حتى أوضحها يكون واضح في الكتابة. الكومنت أوكي النيم والكومنت. النيم نقول لحسين، والكومنت هلو هلو ماي فريند. هل فهمت الآن كيف نعمل؟ الآن بقى الشيء الأخير الذي هو الانبوت. يعني أنا أعمل انبوت بوكس، إذن هذه الانبوت أو السبميت بوتن، إذن تكون التابل الخاص بها إيش؟ سبميت سبميت سبميت. هذه السبميت الفاليو الخاصة بها إيش؟ على سبيل المثال بوستينج. المفروض أنت تضغط على هذا الزر يعمل بوست على السيرفر، يمر بيانات إلى السيرفر. لكن نحن نعلم بما أنه انبوت وموجود في فورم، فمتى ما تضغط يعمل رفرش، يذهب يعمل رفرش للداتا، يعمل بوستينج. بوستينج اذا الان بوستينج فقط نقول له اوكي، نقول له اون في الحدث اون سبميت سبميت بهذا الشكل. عندما يعمل سبميت ايضا استدعي لي ايفنت، اي ايفنت تريده، اي ايفنت. اوكي بوست تو سيرفر. اوكي ايش معناته؟ معناته عندما يضع على زر السبميت استدعي لي الداله اللي اسمها بوست تو سيرفر. اذا يجب ان نكون بوست تو سيرفر، هذه فاكشن اعتياديه لا تستقبل اي شيء لكنها تعمل بوستنج الى السيرفر. اوكي فهنايا اوكي فروم هير وي بوست تو سيرفر. يعني الدرس القادم هذا الكود من هذه الصفحه سوف نمرر الداتا الى السيرفر. اي شيء نريد ان نمرر السيرفر نمرره من هنا. هل فهمت انا؟ يعني لو جيت انا هذه التكست شلتها وجيت على سبيل المثال بسيط عملتك هنا اوكي تكست ايضا فارغه، وهذه التكست لا يوجد فيها اي شيء. دعني اخذ محتواها واعرضها هنا، اعرضها في الاتش 1 التكست، ولكن هذه التكست من هنا اعمل لها سيت، فاقول لها this dot set state يساوي المن للتكست. ايش اضع فيها؟ اضع فيها الفاليو الموجوده على سبيل المثال النيم، ليكن على سبيل المثال النيم اوكي او التكست او النيم. اوكي الآن لو جيت عملت رفرش، الآن متى ما تكتب هنا لا يهمني أنا الثاني، أضغط بوست انظر يعرض لي. هل فهمت؟ لكنه بما أنه بوستينج انظر عند بعدين أنت البوستينج يذهب، سوف أشرحها بالتفصيل. إذن فقط أردت أوضح لك أنه هذه البوست سيرفر سوف نصل بيانات إلى السيرفر، نرسل للذيس دوت ستيت نيم ونرسل للذيس دوت ستيت كومنت. انتظرنا حتى الدرس القادم لنقوم بتمرير هذه البيانات إلى الخادم. شكرا لك، ولا تنسى أن تعمل لايك وسبسكرايب.